بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من أهل السكينة وأهل السلامة وأهل الشجاعة والإقدام في الإصداع بما أمرت والنهي عما نهيت. أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان. الآن أحيلكم إلى بعض آيات من سورة المائدة حتى يسهل عليكم فهم حقائق بني صهيون وشبه جميع الكنائس. نبدأ بآية 13 من هذه السورة الكريمة المائدة لطابل سيرفي. ماذا ورد في هذه الآية؟ من الذين نقول 13 قلنا، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم لليونس انجاجمهم مش حكاية بتاع العهد. هذوما ناس عهد الله على ما يصلح بهم ويصلح لمن اتبعهم بإحسان إذا كان هما عرفوا طريق التبليغ، لكن أساءوا إلي أي ما إساء، لذلك الله كتب عليهم أن يكونوا دائما في حرب وتطاحن. وقرأوا تاريخ الكنائس وتعرفوا ماذا أقصد. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم نقتلهم جزما فنسوا حظا مما ذكروا به، نسونا بقصد أو بجهل حظا، أي جزء ربما يكون أكبر جزء من الرسالة، فنسوا حظا مما ذكروا به. أي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام دائما يذكرهم دائما باش يرسخلهم في كيانهم أن العهد مش تلعب، هو التزام وعمام مع رب الأنام، مش كاية سادة رو رأي، مش كاية هالي مسلم من إليك من وقتاش أني مسلم باللسان. ليس الإسلام ولا الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل العمل العمل. يملة الشمال أمامك وخلفك دائما تعمل، تخلي الأثر الطيب في ذاتك وعائلاتك ومن حضر ومن سمع خبرك يتأثروا تأثير إيجابي وكريم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا، يعني ربي جابك نتيجة الفسق هذا يعني حدود الله والقطيعة مع عهد الله، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، الشيطان يخدم ضدهم وحروب لا أراكم الله مكروه، انظروا الحال بين أخيرتين، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا القرآن ما يجيب لي كان الصحيح لأنه من الله، استغربش، وكل من يقول لك الحال عن علم يكذب عليك قدام العلم الكل بما يعرفه الله عنه، لأنه هو خالقه والقيوم عليه وآمر به. يجي في احنا في تقييم علم الرياضة ولا الفيزياء قولوا إبسيلون كما بتيتو مثلا، سي برسك ريان دي تو قدام عرمة العلم. احنا من ادعى انه يعرف الفلك الكل ولا يعرف البيولوجيا كلها ولا يعرف التاريخ وهو باطل. اغلب الناس اللي حذوك على التاريخ لا السباة ولا مغرر بهم ولا حمقى، قليل اللي عنده شيء من التاريخ الصحيح، الا من فقه القران فله ملا نصيب كبير في هذا الميدان، هو ميدان له قيمه كبرى، ولكن هيات اغلب الناس لا تاريخ لهم، ولذلك لم ينتجوا شيئا دخل التاريخ الا حمق وشر
ضد مصالحهم في الدنيا والآخرة ومصالح غيرهم، من اتبعوهم بحمق وتبعية مذلة. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يعني مدة وجيزة وجيك الخبر يا كنيسة فلانة وفلانة وفلانة، نمشيو. هذه آية 13 شفناها، نبيو بما كانوا يصنعون. ناخذ آية هذيك آيتين 13 تو مش ناخذو 13 و 14، تو مش ناخذو خمستاش و 17. ماذا يقول ربنا؟ يا أهل الكتاب، أي يهود ونصارى، هنا بما يخص الرسول الكريم حين حضر عليه الصلاة والتسليم، ليباتهم وليريهم الطريق اليوم الأرضين اتباعه بحكم طبيعتهم المتوية اللي فعل الشيطان فيها الأفاعيل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني بضعكم، خاصة اليهود عندهم عرمة من الخطايا في حكاية الإخفاء، وبعد يجيو بعض هكا شذرات خرجوا من سياقها ويكسبوا ويقولوا هذا ما أمر الله به، هذه هي التوراة وهي ليست بالتوراة، وتحدثوا من الموضوع ذاك بإسهاب. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أو آل الكتاب يخفون كثير من الكتاب، لا يستوي الأمر، آل الكتاب ويخفون أكثر ما في الكتاب فليس بآل الكتاب، هذا من الناس ظلم أنفسهم ويظلمون ويجنون على من تبعهم بحمق وتذلل ليس فيه أي كرامة ولا أي عقل. يا أهل الكتاب، دونك هذوما لي فون دي زيغليز سون دو فريمون دي كون كي لو لاكسبت او نون سا نوزي إكويلاتيرال. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، الحمد لله. راهو احنا ما نقولوش النصارى الكلهم في جهنم، لكن ضالون، واليهود اسقط منهم، هم اللي ربي سلط عليهم غضب وراهو فيه بين الحين والفينة والاخرى في تاريخ المظلم. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما قلتم انتم ليضربك على قلبك اليمين او اليسار، انتم اهل السلام، احنا في الحقيقه يكفركم عواركم، ما ظناش ما اعلم من الكنيسه وبالتالي ترضخ لسلطان بني صهيون وفعلت ما فعلت في ما يقولوا كولونيس، كيفاش تخشى كان عمار تقتل خراب وبئس الخراب، اش قالت منكم البشريه اللي ما زالت تصدق فيكم، قالت منكم الاذلال لها والافقار وتسلط العياذ بالله العادات كلها، سواء كانت اجتماعيه ونفسيه واقتصاديه وصحيه، كل شيء جاء على طريق الكولونيس يعني البرنيسيو. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب المنير، نور هو الرسول الكريم والكتاب المنير والقرآن العظيم، يهدي به الله الذي جاءكم من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمة، أو قبل يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي جماعة الكتاب هم لن يخرجوا من الظلمات إلى النور إلا باتباع الرسول الكريم.
عليه الصلاة والتسليم يهدي به، أي هذا الدين حنيف صحيح، ومن يتبع غير الإسلام ومن لم يأخذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أبدا وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن الله يتكلم واش عندك أنت، هي غيرك أنت تجمع الخير، هو إمكانية التغيير هي هدية من رب العالمين، لكن أغلب الناس حتى اللي يقولوا مسلمين ما يعرفش قيمتها. طلبة ماشي كثير منهم اللي يحب التغيير الحال والهزيلة، الجهل بالإسلام والعابذة بآيات القرآن في الواقع، مخيلتهم وقايا منطقهم وإشاراتهم وأفعالهم اللي فيها كلها رضاء البلاس. ليه لا تظلم نفسك وانت تشوف الدين حين تنتسب إليه وتلصق نفسك، أنت لصيق، أنت مهين، والإسلام لا يتصرف بك ولا نقبل أمثالك لأنك تشوه سمعتنا، فلست كما تقول أنت خير سفير للإسلام. يكفي نحن أن قائمين على أبواب مربطين على حدود الإسلام، ولا نسمع أحد أن يشوه ديننا الحنيف، نحن لكم بالمرصاد، وهذا عملنا بالليل والنهار، ومن هفتوش ومن كلوش ومن ملوش يكون في علمكم. حنا في حرب لأنكم أنتم ما أشرتم لقواتكم، ولقواتكم أشاروا إليكم، اتفقتم على أن تحاربونا، هيا تخلطوا في حرب، هاي ما فماش دولة إسلامية. لكن هل الإسلام اختفى؟ لا والله، بل يخنص ثم يرجع ويثور ويدمر كيانكم وما أنشأتم من خبائث الرذائل اللي تسميوا أنتم حضارة وهي قضارة، وتسميوا ثقافة وهي من العياذ بالله نفاية، مش ثقافة، نفاية نفاية سلتي بلا كاملوت. يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هاو حكم الله فيه، قال اليوم اليد يدفع عنهم. يا ناس راكم جاهلين، حتى انتباهكم الإسلام ما تتقنوش، الإسلام مش كما تظنون، دفع اليهودي هو على باط. وكيفاش أنا نجي نثير مشكل اليهودية؟ يهودي واليهودي واختار طريق الضلالة ويحب للضلالة ويحب تكون من أتباعه الأذلة بجي تتحشر معه في المحشر والعياذ بالله. يجمعكم الله من المرء مع من أحب كما يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، تأكد يدفع عليه. وقال ربي في القرآن، قال دفع عنهم أنتم خير من الله، واللي يعرفهم خلقهم والرقيب عليهم والحسيب لهم. انت تجي من أكل الله وتقول ستوب، لا مش أكل يهود، اسم نعملوا معاملة الأسياد. يا مسود السعد وقتها شو كان سيد الذليل هذا، حتى في مصر بكل السيادة الوقت اللي جاء سيدنا يوسف عليه السلام وخذا الأمانة وقتها، ولات التبعية لسيدنا يوسف عليه السلام تبعية له، جابت لهم الخيرات وجابت لهم السيرة الحسنة والسمعة الطيبة. وقت اللي جاء سيدنا موسى عليه السلام وحب يخرجوا من الظلمات والمهانات، ما قالوش من جملة حجاجهم الباطلة، قالوا رانا نخشى على أنفسنا، يا دي استقم وترى ربك شيء يسيدك على من ظلم، استقم. والآن الناس تحلى الظلام، وقصتنا الروس الخبيثة خامجة، أول ما يخمج من السمك راسه، وخيابة الروس الكرب، والمسلمين بباطل من تعترق ريحتها، قبح بتاعهم ضر للعيان. وبعد ما زدوا تكلموا عن الإسلام،
يعني الإسلام يجيكم بحلة اللي جاء بها الرسول الكرام عليهم السلام، لا شيئة فيها ولا ريحة خبيثة فيها ولا شك في دورها المخلص وبركاتها التي هي من عند الله، ولا يمكن أن نتصور الإسلام بغير بركات الرحمن، مستحيل. أنتم بلاكم كبير، تعال تخلص روحك أنت من تبعات اتباعك للشياطين إنس وجن، خلص روحك بعد فكر باش تقول أنا مسلم. توجي أنا أنت مسلم أنت مليان بالخبائث اللي ما تحياش يا صفيق، يخلي التربية مع الله ومع أهل الله، نحن أهل القرآن خاصة الله وأحباؤه لكم بالمرصاد، وعن الحب تفيقوا قبل ما يحق عليكم القول لتكونوا ممن سيحسدهم تحسدهم النيرة الجهنمية دنيا وآخرة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذن الله، ويخرجه بدين الله ويخرج من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. عاش زيكزاك زيكزاك عملتوها أنا في الدنيا بالكلي، قال هيا أنا نسرعوا سرعوا بمكان الله اللي متحياش يقلل الحياة، وتقول يا مسلم وتكذب عليها تقول يا الدين والإسلام ولغته العربية، لا أنا ولا ذاك العربية أغلبكم تجي وأغلبكم خاصة عائلتكم متذكرين ليها، وقليل من تسمع في أي مقابلة تسمع كلمة عدة سيلة بسيطة بعيدة بالعربية القحة، هلكم متخذين يا اللي متحيوش تقولوا احنا أهل ثقافة ونشطوا في ثقافة وقدموا بها القدام، تعطيون يا أخي الصحيح عائلتكم وما باشي منطري كالشي وكل أهات وكل الغنيات المشؤومة، يا حبي يا حياتي يا عيني لك عيني يا خباث يا عهرات كلاب، ما فيكم شيخ في خير إلا أن تتوبوا إلى رب العالمين، تتوبنا خذنا نقصد العهرات. وعلاش عهرات تغط في البلاد؟ لأنه لا رجال في البلاد، اللي في القاولة لا رجال، اللي في المؤامرات على الإسلام لا رجال، اللي اليوم قاوا فرصة باش يطلقوا ألسنتهم الذريبة على أهل الإسلام لا رجال، وتعبوا لا تكروا لا رجال ولا فعولة لكم في لا في أي ميدان، ونحن بالمرصاد لكم إن شاء الله أن يغرينا بكم فنعمل فيكم ما يلزم نعمل فيه، ولا سنهجركم نهجركم هجران في كرامة لنا وإهانة لكم، وبعد إهانة أجيكم ضربات من عند الرحمن يصعقكم صعقا ما كانش على بالكم، لأن وقت كنا فيكم كنا نرد بالعربي كي ينظر أننا بين أظهركم لا يعجل لكم بالحساب. أما الهارت اللي تجيكم الهبلة الكبرى وتعملوا فينا عورة تقتلونا ولا تهجرونا، حطوا في بالكم اللي أنتم صححتوا على قطع رقبكم دنيا وآخرة سيدنا صلي في ليدوفو. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذن الله. أنا نقص عليك يا كلب يا منافق وتدعي الإسلام فوق الكل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم، حتى بسياده في الشرق والغرب يقول مالك أنت وتعمل انقلاب، حط في بالك إذا كان ربي راد باش يعجل لك بالحساب اعملها العملة وتترى بأي رد يكون. قلنا للأمريكان ويرم قول لهم جربوا حظكم كما جربتوا مع أخونا وبطلنا صدام حسين رضي الله عنه، حي أو ميت ما يلو إلا من الأحياء هنا ولا عند الرحمن يرزق ويستنى في الحق نبيه بمن سبقنا من الأعزاء الشهداء شهدوا بالحق، فعجل لهم الله برجوع إليه ليرزقون خير رزق ما دمنا احنا في الدنيا وهم في أخ خير خير الحمد لله.
وزي الحديث ياسر مداكم تحبوا الحرب لكم الحرب، وبكل وجوهها كل طرق اللي نجموا نوصلوا لها نعملوا الحرب. قلنا لكم جربوا حظكم في تونس ولا غيره، وابطوا تراو ما وابطوا عن طريق الشيعة الفاسدة في العراق، وراكم ربي ماذا أحضر لكم صدام منع علي رضوان وربينا ماذا أحضر. توا حالا فما من المسلمين في تونس اللي ما يجيش على بال لأي واحد منكم أذكى واحد منكم أهل الحجاء عندكم أنتم بين ظفرين، ما يمش يعرفش مش لا باش مستقبلو مش بورود عملاء انجلترا وامريكا واوروبا وروسيا، اعلى عنا نوع اخر من الاستقبال، فرفخوكم نقطعوكم رقابكم ونشوكم ونأسروكم ونعملوا فيكم اللي ما كانش في بالكم، هل يحطوه في بالكم وما عادش عندكم راهم. تواجه فرنسي جمدوا بعض اربع كعيبات، كونوا دولة اسلامية فتية حقيقة ولا دولة تدعي الاسلام هذا ما يهمناش ياسر، يهمنا اخوانا ما يزموش وصلوا في الاوهام وما يمشيش في بالهم ان يمشي رجل الاسلام يعوم على الدنيا كلها. لا يكره في الدين، لا يكره، احنا قلة ونقص على الكثرة. ليش؟ بصدق ايماننا واعانة مولانا على التنغيس وارهاب اعدائنا. تربون بيعدو الله وعدوكم آخر من دوني لا تعلمونهم، الله يعلمهم، الله يعلم من هو من أعداءه وهو يعلم كيف نرهب أعداءه بالكلمة بالمال وبالأبدان والأرواح. على أكفنا أرواحنا أخذنا من الله ورددناها إليه شاكرين أنعمه أن جعلنا من أهل الشهادة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض الجميع، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله to Allah belongs heavens and earth. وبعد ننتقل إلى آيتين ثلاث آيات من نفس السورة 72 ناب أرش آيات 72 حتى 76. ماذا نجد؟ لقد كفر كما كنا نذكر آنفا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، هاو تصحيح، هاو كيف أورد الله لنا هذه الحادثة. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. دوك من المعروف تمتعنا بقبحك وحمقك وباتت والثمن بكليته. إنه من يشرك بالله، لا تقول مسيح ابن الله ولا تقول عزير ابن الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي سورة سادستين أصول سورة لجيان بوليترنتي. وما من إله إلا الله، هذا التصحيح، واحد إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون دوك ما الدين على طول ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يمسك يعني يعصرك بالألم بالرعب. لقد كفر الذين قالوا إن الله، أيوة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين الأنصار. إن شاء الله في الفيديو التالي نكمل هالآيات هذه وما وآيات أخرى بعدها إن شاء الله تعالى. كذا آيات 82
384 من نفس السورة أي المائدة، لطاب السلمي والسلام على من اتبع الهدى.